ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم المجد للوطن. أرحب أولا بالمهندس سعد بن محمد الشهراني رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، فنرحب به. أهلا ومرحبا بك الأستاذ والمهندس سعد، تفضل. أهلا وسهلا. السلام. حياك مهندس. أهلا وسهلا. الله يحييك. تفضل. الله يحييك. تفضل. أهلا وسهلا. الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بك. حياك الله. سعداء بوجودك. المهندس سعد محمد الشهراني رئيس مجلس اداره الهيئه السعوديه للمهندسين. احنا سعداء والله بوجودك في شبكه المجد واطلالها لشبكتنا، نفخر ونسعد بها وهي الاولى في شبكه المجد الفضائيه. شكرا لكم. حقيقه انا سعيد اليوم ان اكون ضيف عندكم في برنامج الوطن للمجد وفي استضافة قناة المجد. شاكر لكم حسن الاستضافة، ونتمنى بإذن الله أن نجيب على الاستفسارات التي ترضي رغبات مشاهدين. الله يعطيك العافية. احنا شاكرين استجابتك لدعوة البرنامج مباشرة من غير تردد، وهذا يعني تشكرون عليه، وواضح حبكم واهتمامكم. جزاك الله خير ويعطيك العافية. خلنا نبدأ مباشرة ونسأل، ما دور الهيئة السعودية تعريفا بسيطا للمهندسين؟ ما دوره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الهيئة السعودية للمهندسين هيئة مستقلة ذات ذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة، وهي منوطة بتنظيم العمل الهندسي فيما يخص المهندسين والفنيين والمكاتب والشركات الهندسية، وتنظيم العمل وإعداد وضبط المعايير لمزاولة المهنة، وصدر نظام مزاولة المهنة لتنظيم العمل الهندسي، إضافة لدعم المكاتب والشركات الهندسية من ناحية الترخيص والتصنيف، إقامة المؤتمرات والفعاليات الهندسية ذات العلاقة بالقطاع الهندسي، تقديم العمل على تطوير وتقديم دورات تدريبية للمهندسين، إضافة للمركز التحكيم الهندسي التابع للهيئة السعودية للمهندسين، وكل ما يتعلق بالقطاع الهندسي من دراسات واستشارات وأمور تكاملية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ما شاء الله تبارك الله. لكن احنا زي ما الذي يعرفه أن الهيئة السعودية خاصة بالمهندسين السعوديين فقط بشكل رئيسي. الهيئة السعودية للمهندسين معنية بجميع المهندسين السعوديين وغير السعوديين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية. ممتاز. بشكل عام. اي نعم بشكل عام. هي ليست حصرا على المهندسين السعوديين فقط، ولكن كل مهندس او فني يعمل في المملكة العربية السعودية في القطاع العام او في القطاع الخاص لابد ان يكون تحت مظله الهيئه السعوديه للمهندسين. جيد، خلينا نتعرف على النظام التي يتم من خلاله مزاوله هذه المهنه. النظام الرئيسي الان للهيئه السعوديه للمهندسين اللي هو نظام مزاوله المهنه. صدر في قرار مسؤول ملكي بنظام مزاوله المهنه، وتم اصدار اللائحه التنفيذيه للنظام. باختصار نظام يضبط العمل الهندسي من ناحية معايير المزاولة، من ناحية التصنيف المهندسين، التصنيفات التي توازي خبرته وشهاداته التي يحصل عليها، أيضا دور الرقابة والتفتيش في الميدان لضمان أن المهندسين الذين يمارسون العمل الهندسي في القطاع الخاص أو في القطاع العام أنهم مؤهلين مرخصين وحاصلين على الاعتماد والتصنيف المعتمد. إضافة لذلك الشركات والمكاتب الهندسية التي تعمل في المملكة العربية السعودية لابد أن تكون مرخصة ومصنفة الترخيص والتصنيف الذي يوازي حجم وإمكانيات المكتب أو الشركة الهندسية، ولها ضوابط ولها اشتراطات كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، ولكن باختصار هي لضبط العمل الهندسي بشكل عام وضمان جودة المخرجات المهندسين والعمل الهندسي، إضافة للحد من التلاعب ومن الدخلاء على المهنة سواء مهندسين أو فنيين أو حتى بعض المكاتب والشركات التي غير مؤهلة أو غير مصرح لها بممارسة المهنة.
حين بنقول مهندس يعني وش يجي على بال المواطن او المهندس باختصار هو الحاصل على شهادة البكالوريوس في احد التخصصات الهندسية المعتمدة في وزارة التعليم. قد تتميز القطاع الهندسي او المهندس بشكل عام انه وين ما تروح في حياتك العامة، في حياتك الخاصة، في الطريق، داخل المنزل، خارج المنزل، في الطيران، لابد أن تجد بصمة للمهندس. حتى في تصميم الأمور البسيطة لابد للمهندس من دور أو تجد بصمة له. فالحمد لله إحنا كمهندسين نفخر بأنه المهندس شريك للوطن، شريك لبناء هذا الوطن العزيز علينا جميعاً، شريك للمواطن لتقديم المنتج الذي يحوز عليه رضاه، شريكين شركاء أيضا في كل ما يهم الوطن من ناحية مخرجات العمل الهندسي، المشاريع الوطنية، الأمن والسلامة في القطاعات والإنشاءات وإدارة المشاريع. فنحمد الله أنه المهندس تجده أينما تذهب، من أصغر منتج في حياتك حتى أكبر منتج في الطيران، في الفضاء، في المياه، في إنتاج الطاقة، في تحلية المياه، في الطرق. يعني مو باللي نعرفه، إذا قلنا مهندس توقع مهندس حق البيوت، هذا المعماري، في مهندس كيميائي، مهندس ميكانيكي وغيرها. صحيح، قد تكون في صورة ذهنية بنيت عند كثير من الناس واختزل القطاع الهندسي أو العمل الهندسي في عدد من التخصصات، وهذا يعني ما هو يعني غلطة أحد أو أنه شيء غريب، ولكن أحياناً الظروف المواتية أو قد يكون المجتمع أو الناس اللي خارج القطاع الهندسي قريبين من هذا القطاع. بينما المهندس تجد المهندس في الإنشائي، في التصميم المعماري، تجده في إدارة المشاريع، تجده في تصميم محطات الكهرباء، محطات إنتاج الزيت والغاز، محطات المعامل البتروكيماويات، في تحلية المياه، في الطرق، في الأمن والسلامة، في الطيران، في الكيمياء، في النووي، في وين ما تجد أي تخصص أو منتج في الحياة بشكل عام لابد أن يكون في تخصص هندسي يناسب المنتج هذا. جميل. نحن اليوم ولله الحمد يعني الإنجازات في وطننا الغالي تتتابع وتتوالى وتتسامع في الحقيقة. والآن ختمنا عام 2019 على خير، أسأل الله جل وعلا أن يكون عاماً كما حفل بالخير أن يخلف عام إن شاء الله أطيب منه وأفضل ومزيد من الإنجازات. ما أبرز الإنجازات التي تمت في الهيئة؟ حقيقة فيه عدد كثير من الإنجازات التي تمت في عام 2019، وهي جزء من منظومة الإنجازات والنجاحات التي تمت تحت برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، والكل يشهد على النقلة النوعية التي حصلت في المملكة العربية السعودية في جميع التخصصات والمجالات بشكل عام. نأتي للقطاع الهندسي أو في الهيئة السعودية للمهندسين، تم صراحة ولله الحمد تحقيق عدد من الإنجازات بتضافر الجهود زملائي في أعضاء مجلس الإدارة أو في الأمانة العامة للهيئة السعودية للمهندسين أو حتى المهندسين أنفسهم شركاء لنا من خارج الهيئة لنجاح الأهداف، وبالإضافة للشراكات مع الجهات الحكومية الأخرى. تم تدشين أو إطلاق خدمة إنجاز، وهي خدمة إلكترونية الهدف الرئيسي لها الحد من قدوم المهندسين الغير سعوديين إلى المملكة لتقل خبرتهم عن 5 سنوات قبل أن يتم التحقق من شهاداته ومن مؤهلاته وهو في الخارج. وهذه خدمة رائعة جدا توفر الكثير من الوقت والمال والجهد على أصحاب العمل أو مستقبلين المهندس هذا، سواء قطاع خاص أو شخصي أو قطاع عام. يعني تقوم هذه المنصة بالتأكد من هذه الشهادات قبل مجيء المهندس. نعم، سابقا كان يأتي المهندس إلى الوطن وبعد التقديم على الهيئة السعودية للمهندسين للحصول يعني إكمال إجراءاته النظامية للبقاء أو للعمل في المملكة،
تفاجأنا في الفترات السابقة يعني في الثلاث سنوات الأخيرة حملات قامت للتفتيش على المهن أو بعض المهن الهندسية التي غير موثوق من أصحابها. فتفاجأنا أنه قد تكون الشهادة غير معتمدة، قد يكون الجامعة غير معتمدة، قد تكون فيها شهادات مزورة أو وهمية ومن هذا القبيل. وهو جاء وتم استقدامه بالضبط، فهذا يكلف صاحب المهندس هذا سواء مكتب خاص أو قطاع حكومي صحيح. أو أيا كان يكلفه كثير من الوقت والجهد والمال صحيح. فعملنا على تقديم الخدمة هذه بحيث أنه بإمكان المهندس وهو خارج المملكة قبل حتى الحصول على التأشيرة أن يقدم على المنصة هذه ويرفق مشاهداته والمستنداته الرسمية ممتاز. يتم التحقق منها هنا وبعد ذلك يتم إعطائه شهادة عضوية مؤقتة ممتاز. بأنه مستوفي الشروط ومن ثم يقدم عليهم. لازلنا نواجه تحديات خصوصا مع بعض الجهات في السفارات خارج المملكة أو مع وزارة الخارجية ونعمل عليها الآن، وبإذن الله أنه متى ما تمكن الخدمة هذه من تقديم عملها بشكل رائع نتحد في من العمل الدخلاء على المهنة باختصار. جميل، هذا هذا من المنجزات هو منصة إنجاز. أيضا تم إصدار الرخصة الرسمية والنظامية لمركز التحكيم الهندسي، تم اعتماد مجلس أمناء مركز التحكيم الهندسي برئاسة سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود، أيضا تم تحديث الهيكل والنظام للمركز. عملنا على إطلاق كثير من المنصات اللي هي إلكترونية تحت مبادرة أو مشاريع اللي هو التحول الرقمي، منها أطلقنا منصة مؤهل لجمع أو خلق بناء قاعدة معلومات عن المهندسين الباحثين عن العمل والمسجلين والمؤهلين في الهيئة السعوديين. نعم ممتاز. لنعمل مع شركائنا من الجهات الأخرى وزارة العمل وهدف والقطاع الخاص لخلق فرص وظيفية لهم. أيضا منصة ممارس وهي منصة تخدم المكاتب الهندسية بحيث تسهل أعمال المكاتب الهندسية، بإمكان أي مالك مكتب أو شركة هندسية وهو في مكتبه أن يحصل على الخدمات التي يريدها أو يتوقعها من الهيئة السعودية للمهندسين وهو في مكتبه، حتى طباعة الترخيص الرخصة، المعلومات تحديث المعلومات للتواصل مع الهيئة، الحصول على تقارير ومعلومات عن القطاع الهندسي المهندسين بشكل عام. فهي منصة تخدم القطاع المكاتب والشركات الهندسية. تم اعتماد الخطة الاستراتيجية أيضا والتي بإذن الله نأمل أن تكون تنفيذها نقلة نوعية في الهيئة السعودية للمهندسين. تم تدريب وتأهيل أكثر من 6000 مهندس، منهم أكثر من 1000 مهندس في إدارة المشاريع PMP، أكثر من 400 مهندس في مجانا طبعا أو برسوم مخفضة. فيه دورات، أنواع الدورات فئات، في دورات مجانا تقريبا مدعومة، في دورات مخفضة بسعر رمزي جدا. جميل. في دورات نحصل على خصم للمهندس ونقدم الخصم هذا للمهندس. ممتاز. أكثر من 400 مهندس في كود البناء السعودي ما شاء الله. إضافة لبعض التخصصات الهندسية المميزة التي يعني قد تكون لها علاقة بالقيادة، أو في بنانا عدد من الشراكات مع كثير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعاون والتكامل، مثل شركة أرامكو، شركة سابك، المؤسسة العامة لتحلية المياه، الشركة السعودية للكهرباء، شركة الفنار، شركات كثيرة أخرى لتقديم برامج للمهندسين في عدة مجالات وعدة تخصصات. أيضا أقمنا عدد من المؤتمرات، أكثر من 50 فعالية وكانت في أميزها أو أكثرها تميزا بحكم الحجم والتخصص، اللي هو المؤتمر الخليجي الهندسي 22 كان برعاية سمو الأمير سعود بن نايف أمير المملكة الشرقية في شهر مارس 2019 عن الثورة الصناعية الرابعة. أيضا المؤتمر الهندسي التعليمي، مؤتمر التعليم الهندسي المنظم في مكة. جميل. كثير من الإنجازات قد لا يتسع الوقت اللي حصلها، ولكن أنا حاولت أن أركز على بعض الأمور الرئيسية
في الهيئة. رائع. يعني عندي بعض الأسئلة من الجمهور، وحينما تم الإعلان عن الحلقة ما شاء الله سيل من الأسئلة والاستفسارات التي إن شاء الله نجاوب على بعضها. لكن قبل أن أذهب إلى هذا، كيف ترى الهيئة اليوم ومواكبتها لرؤية 2030 واللحاق بالرؤية وانتشارها واتساعها في المملكة العربية السعودية؟ الحمد لله، الهيئة السعودية للمهندسين لا شك أنها تمتلك إمكانيات وقدرات بأبنائها المهندسين والمنتسبين لها، وقادرين على يعني المساعدة والمشاركة بفعالية في تحقيق وإنجاز أهداف رؤية 2030 والمبادرات. لا شك أنه الآن نعمل في عدد من الشراكات مع كثير من جهات الحكومة في برامج رؤية 2030، مثل كثير من المبادرات مع وزارة التجارة، مع الشؤون البلدية والقروية، وزارة الشؤون البلدية والقروية أيضا، مع وزارة الإسكان، مع المديرية العامة للدفاع المدني، الجوازات، مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، كثير من الجهات الحكومية نحن شركاء معهم. وآخر المنجزات كانت منصة اشتراك الهيئة السعودية للمهندسين، انضمامها إلى عدد من الجهات الحكومية لمنصة ميراث، وهي لتسهيل عمل الجهات التي تأتي من خارج المملكة للاستثمار في القطاع الهندسي وفي القطاع هذا. ولا زلنا نعمل بجد واهتمام، ونأمل أن يكون مشاركة المهندسين في جميع القطاعات فاعلة، وخصوصا أننا نرى كثير من المشاريع التي انطلقت تحت رؤية 2030 أو بعد إعلان الرؤية، مشاريع رائعة جدا مثل القدية، مثل نيوم، مثل البحر الأحمر. هذه مشاريع ميجا بروجيكتس، نتمنى أن يكون للمهندسين حظ أوفر في المساهمة والمشاركة في بناء هذه المشاريع أسوة مع الجهات الأخرى. وأنتم كفوا لهذا، الله يوفقنا وياك. عندي عدد من الأسئلة وأتمنى تكون الإجابات سريعة عشان نلحق على الوقت المتبقي لهذا الفقرة. أعلنتم مؤخرا عن زيادة نسبة السعوديين المسجلين في الهيئة، هل هناك إحصائيات أخيرة للعدد؟ نعم. المسجلين الآن؟ صحيح، هذه طبعا كانت نتائج لتطبيق نظام مزاولة المهنة، حيث دشنا مأمير الضبط، اعتمدت الأسماء بعد تدريبهم وتأهيلهم، التدريب والتأهيل الكافي، اعتمدوا من معالي وزير التجارة وبدأوا في ممارسة عملهم. نظام وزارة المهنة دور كبير وفاعل في زيادة ارتفاع نسبة المهندسين. العدد الإجمالي للمهندسين المنتسبين للهيئة أكثر من 163 ألف مهندس. نسبة المهندسين السعوديين تقريبا حدود 39 ألف مهندس سعودي. سعودي؟ نعم. هذا اللي سجل سابقا؟ نعم. هذا يعني في ناس يمكن ما سجلوا الآن، ولا زلنا الآن في طور أنه استقبال كثير من طلبات المهندسين للتسجيل والاعتماد. سابقا كان في عدد بعض الجنسيات الغير سعودية يتفوقون في عدد أنهم يكونون أكثر جنسية، حاليا المهندس السعودي هم الأكثرية إن شاء الله. ونأمل بإذن الله أن نستمر في برامج الإحلال وخلق فرص وظيفية للمهندسين، بحيث أنه نستقطب عدد كبير من المهندسين للانضمام إلى الهيئة السعودية للمهندسين. جيد، سؤالي يرتبط بالسؤال هذا، هل عدد الآن الغير السعوديين هو العدد الحصري للمهندسين ولا فقط المسجلين الغير سعوديين؟ طبعا أي مهندس غير سعودي لا يستطيع أن يمارس العمل في المملكة العربية السعودية قبل الحصول على العضوية والاعتماد المناسب لخبرته في. فلما نتكلم عن الرقم للغير سعوديين، رقم دقيق وحصري، ما في أي أجنبي. يعني قرابة يمكن يطلع على حول 120 ألف تقريبا. تقريبا 163، شيل منهم 39 ألف، أقل من حدود 100 ألف أو 121 تقريبا. 121 ألف، حدود 120 أو 21 ألف غير سعودي، مهندس غير سعودي. طيب، أيضا من الأسئلة الموجودة عندي، لماذا لا يطبق التصويت الإلكتروني في الهيئة رغم أنه مطبق في جهات أخرى؟ في الحقيقة كانت الهيئة السعودية للمهندسين سباقة في هذا المجال، وتم تطبيق الانتخابات عن طريق التصويت الإلكتروني في أحد دورات المجالس السابقة، إن ما خانتني الذاكرة قبل تقريبا 4 سنوات في المجلس الرابع أو. ولكن مهما كان، أي تجربة لابد أن يشوبها أو تمر بمراحل وتحديات. صدرت بعض التوجيهات من وزارة التجارة
مثلا الحرص على أن تكون مخرجات ونتائج التصويت يعني دقيقة وعادلة، ونحن لازلنا نعمل على هذا، والهيئة مستعدة وجاهزة. وعلى فكرة يعني بالمناسبة نظام تقنية المعلومات الاي تي في الهيئة السعودية للمهندسين نظام قوي جدا ومحدث الى على اخر طراز، وقادر على انه اجراء عملية الانتخابات بتصويت الكتروني. وحاليا الان نعمل انتخابات اللجان التنسيقية في المناطق المملكة، نعمل انتخابات الشعب الهندسية عن طريق التصويت الالكتروني. طيب ماذا عمل المجلس لحل بطالة المهندسين؟ هل في جهود يبذلها الآن الهيئة والمجلس في حل بطالة بعض المهندسين الموجودين في السوق؟ نعم، لا شك أنه بطالة المهندسين السعوديين هاجس كبير لمجلس الإدارة وللهيئة السعودية للمهندسين بشكل عام ولأي مواطن يعني غيور. على عملنا يعني كثير من المبادرات، يعني قبل يمكن تقريبا 4 سنوات أو في عهد المجلس السابق تم الحصول على دعم قرار الحصول على مرسوم ملكي مجلس الوزراء بتخصيص ما نسبته 10% من عقود الدولة لتخصيصها للمهندسين السعوديين الجدد. وهذا لا شك أنه صدر بعد يعني دعم وجهود من الهيئة السعودية للمهندسين. يأتي عند مرحلة تطبيقه قد تكون من يعني جهات أخرى لا بد أن تكون مساهمة ومشاركة لتطبيق القرار هذا. أيضا اشتغلنا وعملنا مع وزارة العمل والخدمة التنمية الاجتماعية لتوطين المهن، وكما صدر قبل تقريبا أكثر من شهر من معالي وزير العمل المهندس أحمد الراجحي بالموافقة على توطين المهن الهندسية بنسبة 35% في عقود الصيانة والتشغيل. أيضا نعمل كثير من الشركات مع بعض الشركات القطاع الخاص لخلق فرص وظيفية للمهندسين السعوديين بشكل عام. طيب أختم بهذا السؤال، وهو سؤال يعني متكرر كثيرا فيما يتعلق بالكادر الهندسي ومستجداته، وهو أكيد أنك ما شاء الله يعني يردك هذا السؤال كثيرا. صحيح، لا شك أن أيضا الكادر الهندسي يأتي من ضمن منظومة العمل الهندسي. الكادر الهندسي ليس يعني مسمى أنه كادر مجرد تصنيف وظيفي ومجرد رواتب. الكادر الهندسي نتائج تطبيقه كبيرة جدا، العائد من تطبيق الكادر الهندسي كبيرة على الوطن، لا من ناحية جودة العمل الهندسي مخرجات العمل الهندسي لا أو من ناحية استقرار المهندسين في القطاع الحكومي، حصولهم على المميزات التي تناسب وتوازي الجهود التي يقومون بها. فالكادر الهندسي أيضا هاجس كبير لمجلس الإدارة، وعملنا مع أعضاء اللجنة المشتركة مع هيئة الخبراء على إقفال جميع الملاحظات والاستفسارات التي وردت من جميع الجهات الحكومية، وتمكننا بفضل من الله من إغلاق جميع الملاحظات ورفع بعدها إلى مجلس إلى وزارة الخدمة المدنية. ولازلنا في تواصل مع وزارة الخدمة المدنية، وأيضا بدعم من معالي وزير التجارة تم التواصل معهم، ولازلنا حتى الأسبوع الماضي في تواصل مع وزارة الخدمة المدنية، ونأمل بإذن الله كما صرح معالي وزير الخدمة المدنية أن يتم إقرار الكادر الهندسي خلال 3 أشهر القادمة. الملف مكتمل، لم يتبقى إلا بعض الإجراءات الداخلية التي تختص بها وزارة الخدمة المدنية، ونحن على استعداد أو على أي القيام بأي جهد أو دعم لهذا الملف، ونتمنى بإذن الله أن نفرح قريبا مع أخواننا المهندسين والمهندسات بإقرار هذا الكادر. نستبشر خيرا، والوقت يعني مضى في هذه الفقرة سريعا بمثل هذه المنجزات الطيبة. نحن نقدم لك الشكر مرة أخرى المهندس سعد محمد الشهران رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، سعدنا بإطلالتك الأولى على شبكة المجد الفضائية، ونسعد إن شاء الله مرات أخرى بإطلالتك بهذه المنجزات الطيبة وأكثر. شكرا لك أخي يوسف، وأشكر قناة المجد على هذه الاستضافة، وأتمنى بإذن الله أن نكون كمهندسين بشكل عام وهيئة السعودية للمهندسين عامل قوي ومساعد في بناء الوطن، ونكون متشاركين مع الجهات الحكومية الأخرى في ظل رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. ولا شك أنه بإذن الله المهندسين قادرين وأثبتوا جدارتهم ومهارتهم على هذا، ومستعدين في أي وقت بإذن الله أن نكون يعني شركاء لكم في كل ما يخدم الوطن ويخدم أبنائنا المهندسين. الله يقويك، وشكرا لك مرة أخرى.